بدنا ربع كوب زبدة، ربع كوب طحين، وبدنا كمان نصف لتر من الحليب، كوبين من الفطر، بدنا بصلة مفرومة، ورقتين غار، فلفل أبيض، رشة جوز الطيب، وملح وفلفل. طيب نبدأ في تجهيز زبدة، وبننزل كمية من البصل حسب الوصفة ومنذبلها. أثناء وضعنا هون رحين نضيف ورقتين من الغار، ورق الغار كثير طيب مع الشوربة هاي، بسحب تقريبا كل هالطعم اللي ما بنحبه بالحليب. أوكي نضيف الفطر الآن بعد البصل. أوكي، وبدنا هيك نتكتك أموره، حركه هيك كله نظبطه. هون الآن راح أضيف شوية فلفل أبيض مع شوية من الملح. هاي الملح عندي هون، وينك يا صديقي يا ملح؟ ملح أبيض هذا هو صح؟ صح والله إنك شاذ. خلاص أنت فكرة كم يوم حتصير حتصير معانا. هاي فلفل أبيض. خلاص أنت حتفتح بالطرة. ما في، أنا عارف سمير زي ما أنا شايفك تفتح لك محل. الآن نضيف الطحين يا سمير. قالون قاعدك حرك سمير منيح. ايوه هات سمير عنك شوي حبيبي، الله يسعد قلبك يا سمير. الشوربة عندي بس تغلي تنطبق شوي تتسبك بصير جاهزة للتقديم. وعندنا كمان داخل الفرن البرياني، بده كمان 4-5 دقائق بيكون جاهز، فينا نقدمه ونسكبه ونجمله ونزينه باللوز والزبيب. لكن بس يطلع، شو وضعك انت هون سمير؟ وضعي زين الحمد لله.